ما انا كنت عايش في مصر وعارف، اقرا كتب، العب رياضه، اتعلم حاجات مفيده، لكن باظ زي ما كل حاجه باظت في مصر، لدرجه انها وصلت لزنا المحارم، ومستلف من طوب الارض عشان تجيبه مش هيجرى له حاجه لما يبات يوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم متابعين قناه احمد فلوجز على اليوتيوب. النهارده انا طالع اتكلم عن موضوع مختلف شويه عن مواضيع السفر والهجره، وهو كم الاسفاف والتهريج اللي حاصل في رمضان. كل سنه رمضان يبدا من هنا وعينك ما تشوف الا النور، كم هائل من المسلسلات والبرامج التافهه في بلد اكتر من نص سكانها عايش تحت خط الفقر. وده مش لان انا اللي بقول كده، لا دي تقارير وبيانات رسميه هي اللي بتقول كده. من حوالي 6-7 سنين كان الفيسبوك مقلوب، عمال يترحم على واحد اسمه حبيشه، واللي يقول الله يرحمك يا حبيشه، واللي يقول والله كان راجل طيب، واللي يقول ان شاء الله في الجنه يا حبيشه. انا قلت حبيشه ده مثلا كان واحد بيربي اخواته، او مثلا موظف حكومي مات من الفقر، او مثلا جندي مات في عمليه ارهابيه. لكن من العجب العجاب ان انا اكتشفت ان حبيشه ده عدم المؤاخذه محمد رمضان، وصرصار كان مرافق اخت حبيشه، واخت حبيشه حملت من صرصار في الحرام، والى اخره من قصه طويله عريضه ملهاش هدف الا المسخره وقله الادب. وبعد كده الموضوع اتطور واصبحت المسلسلات فيها رقص وقله ادب ومهرجانات شعبيه وسب دين، لدرجه انها وصلت لزنا المحارم. لذلك انا لا احترم ما يقدمه التلفزيون المصري، لان دي مش بلدنا ودي مش اخلاقنا. وواحد يطلع يقول لي يعني لا شغل ولا فلوس، يعني ملناش حق نرفع عن نفسنا، اقول له لا يا عم، رفع على نفسك، اقرا كتب، العب رياضه، اتعلم حاجات مفيده. العالم بره اللي انتوا بتسموه متقدم بيهتم جدا بالوقت، ما تضيعوش وقتكم في حاجات وبرامج ومسلسلات تافهه مش هتستفيدوا منها شيء غير انها هتاخركم وهتجيبكم ورا. والحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها عدم صبر الناس على صيام يوم زياده في رمضان. اول يوم العيد كان المفروض بكره اللي هو يوم الثلاث، ومعرفش اتلخبطوا في الحسابات ولا ايه بالظبط، وخلاص قال لك العيد لا يبقى يوم الاربعاء. والناس اصيبت بالذهول، واللي كان راح اشترى قرش حشيش او ربع قرش حشيش، واللي عملت حواجبها، ما انا كنت عايش في مصر وعارف، واللي زود البلا مشايخ الكفته ودار الفته، مشايخ كفته ودار فته، لانهم كانوا المفروض يطلعوا يقولوا لنا عن رأي الدين في اللي حاصل من سنين في مصر، يقولوا لنا عن رأي الدين في الفقر والذل اللي حاصل في مصر. عشان كده الناس ما بتحترمهمش وبتقول عليهم شويه عمم على رمم. الازهر ده زمان كان ليه شنه ورنه، من 100 سنه او 150 سنه كان ليه شوكه، كان قوي، لكن باظ زي ما كل حاجه باظت في مصر. ورسالتي للناس اللي زعلانه من انها هتصوم يوم زياده في مصر، مش هيجرى حاجه، قرش الحشيش اللي انت اشتريته وعامل جمعيه عليه ومستلف من طوب الارض عشان تجيبه مش هيجرى له حاجه لما يبات يوم. وانت لو ظبطتي الميك اب بتاعك وضيقتي العبايه وعملتي حواجبك مش هيجرى حاجه، الدنيا مش هتطير. تابعونا، شكرا.